النهارده كده عشان دماغي رايقه، والمصحف كنت بعرف افتحها. النبي سقف للنبي يا اخوانا كده، سقف للنبي. الله اكبر. ايه فين يا دي يا نص؟ الشلخة عايزه. طب مين يا دي يا كلب انت؟ انا النص. طب مش النص اللي انا عايزه؟ انا النص التاني اللي انت عايزه. وانت ايه بقى يا هتدخل على جزئين؟ والجزء التالت هينزل في رمضان. طب تعالى بقى حلاوه. لحظه لحظه، خش يا انت جوه عشان في كلام ناس كبار. انا خايف. خش بقول لك. يا تعالى يا عايز اسالك. خد يا ايه؟ ده انا جاي النهارده انا اعمل معاك واجب السنين. ومش مكفيك اللي انت عملته قبل كده وانا غريب يا سلخاوي؟ يا بحبك يا I love you. I love you too. الحقوا واحد جايب واحد صاحبه عشان يعمل معاه واجب السنين. قلت لكم هنلاقي ناس طيبين وبيحبوا هيعمل معاه واجب، دول اللي نشتغل عليهم. يلا زي ما انت يلا. يلا بقى عشان الصوره تطلع حلوه. ايه ده ايه ده؟ ده دم يا. وهروح ازاي؟ انت ساكن فين يا؟ في الهرم. اركب من الجيزه وروح عادي، انت هتشتغل نفسك. وهو انا تايه وبسالك على الموقف؟ امال انت عايز ايه يا؟ اروح لامي كده ازاي؟ اسال اخوي كل يوم متعور منك يعني. هتروح لامك يا انت هتفضل طول عمرك جبان؟ انا عايزك قلبك ميت. قوم اقف يا. انا واقف. قوم اقف. خد المطوه دي. لا بدرس. يا دي امسك المطوه يالا. يا عم لا بشعر. امسك خلص. اهو. عورني في وشي. يا نهار اسود ما اقدرش. خلص عورني. ما اقدرش انا. طب هات قول ورايا. انا مش هخاف المره دي. انا مش هخاف المره دي. ضاع من عمري سنين في الخوف. ضاع من عمري سنين في الخوف. تمام خلاص. انت مفيش امل منك يا. ليه طيب؟ على الطلاق ما في امل منك. بتعمل ايه يا مجنون؟ تعالى يا عم حقتني. هو احنا في فيلم ابراهيم الابيض يا جدعان؟ انا اتخنقت، انا جالي احباط، جالي احباط. ما تقلقوش يا ولاد ما تقلقوش، انا هغير الخطه. احنا هنلبس لبس البني ادمين وهنظهر لهم زيهم بالظبط وندس في وسطيهم. اول حاجه هنعملها ان احنا نخليهم يبقوا مؤمنين. ايه؟ ابليس هيهدي الناس؟ القيامه قامت، هنتسخط. انت بتقول ايه؟ قول بقى انك بقيت مؤمن، قول انك مؤمن. ابليس بتاع معصيات مش بتاع سندوتشات. احنا هنخليهم يبقوا مؤمنين الاول، وبعد كده نقوم وسوسين لهم يرجعوا تاني كفرة ونمارس شغلنا. يا ابن الايه يا بابا؟ ده انت طلعت عفريت يا ابن القرون. دي على ابليس مش واي فاي. يلا بينا لاخر مرة هنضحك الضحكة الشيطانية. واحد اتنين تلاتة. صدقوا دي احلى. احنا هنعمم الضحكة دي عند كل الشياطين. قولي. تمام قول. ايه احنا شياطين؟ بس رجاله. قول ورايا. هي 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 هو 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 هي 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 يا سفله. يا اخيرا نزلت كوكب الارض، هموت واشرب شيشه. ايوه يا ابلوس شطاوطو. فينك يا جدع؟ بقالي شهر بوسوس لوحدي. يا ابني انا كنت مسجون. ليه قتلت؟ انا ما بقتلش. يبقى سرق. ما بسرقش. امال مسجون ليه؟ شهر رمضان يا جدع. صدق احنا بنفرح بالعيد ده اكتر من المسلمين. انت مالك يا ابني متضايق ليه؟ يا عم الناس مش سايبانا في حالنا، كل واحد ياخد له واحده في اي مكنه تقول له خايفه الشيطان يضحك عليا، خايفه الشيطان يضحك عليا. اضحك عليها ليه؟ انا شغل فيلم لاسماعيل ياسين واضحك براحتي. عارف يا ابني، تعرف ان البني ادمين دول هم اللي حسدونا؟ من ساعه ما قالوا الشيطان شاطر، الشيطان شاطر وانا قاعد بعيد في تانيه ابتدائي. سلام يا عم. راح فين؟ عندي درس كيمياء خلاص واجي لك. وانا هوصل مشوار واجي لك. هتروح فين؟ راح استشوار قروني. طيب يلا سلام. سلام. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. لا اله الا الله. محمد رسول الله. سلام. تعالى يا معلمة أقول لك على حساب الغلة اللي سرقناها امبارح بما يرضي الله. قول يا جنرال. بص بقى يا معلمة، احنا سرقنا امبارح 100,000 جنيه، أنا خدت منهم 70,000، يبقى أنت ليكي كام؟ سه ألف. سه ألف؟ ثلاثة آلاف. جاني يا سي جنرال. الله ينور عليك. ألو، إيه يا حمادة؟ إيه يا حبيبي؟ طبعًا بحبك وبموت فيه، ده أنت أكتر واحد بحبه في الدنيا دي.
يا نوش يا نوش يا نوش، انت فين هذا نوش؟ نوش نوش عايز تعالى يا ده هنا يا ياد. انا نويت والنية خالصة لله ابقى بلطجي. يا رسود منيل مكسل خب احلى حياتنا والنبي. يا تسلخ اوي ايه ياد ده كمان ياد، ده شبه الزعافة. اياد انا عايزك تركز معايا، انا خلاص عملت سكة جديدة في الاجرام. عملت ايه؟ عملت اكون على الفيس وصورة الكفر علشانك يا يارا انا لبستلك النضارة. طب وانا فين في الكفر ده؟ امسك النضاره وروح اقعد مع اختها ساره. لا خف اقعد مع ساره لوحدي. لا ياد بص ياد انا عايزك ياد تبقى زيي ياد، عايزك تبقى زيي. حاضر. اوه انا حاسس ان انا دجاجه. دجاجه؟ انت هتنقر معايا ياد؟ لا ما اقدرش انقر معاك. بص ياد انت مفيش منك رجا، انا عايزك تقول ورايا. انا مش هخاف المره دي. انا مش هخاف المره. انا ضاع من عمري سنين في الخوف. انا ضاع من عمري مش خايف. امسك ياد، انت شكلك هايب اللحظه. الدهاني في وشي. انا كتير. لا ده شريط شيرين الجديد ياد. الدهاني في وشي. هو انت ناقص يا سيدي معلم. يا ده اخلص، خد اشاره البيت. اه يا ابني المفكوكه، علمك تعلم عليا؟ انت اللي جبته لنفسك بقى الله. الحق ناس يا لخاوي. يا نص مالك؟ الواد علم عليا يا سلخاوي. مين اللي عورك كده يا؟ الواد النص واحد. انت انا اللي عورته كده؟ اه يا ابني المجنون انت عبيط. طب ادونا فرصه بقى، من النهارده في السلخاوي، انا السلخاوي. انا اللي قتلني يا لا، انا اللي عورني اقتله يا. شاهد على روحك يا. اتشاهد يا ده على روحك. يا عم انا مسيحي. ما قلتليش ليه يا؟ عاملها لك مفاجأة. تعالى انا خلاص بقى، انا جعان، انا هسلق الواد ده واكله. وحشي رز ولا اقول لك فريك عشان يبقى كريسبي كده؟ من عينيا. يلا بينا. يا دي الاخبار اللي ما تسرش يا معلمه. خير يا جنرال. بيقول لك بقى الايه، من كثره ما يعانيه الشباب من الفقر والبطاله، نصف الشباب بينتحر من فوق كوبري قصر النيل. لا اله الا الله. والنصف الاخر يتحرش بالبنات في الشارع. يتحرش بالبنات في الشارع؟ اني شارع؟ استبحثت عن السكان الجداد. استبحثت يا معلمه وجبت لك كل الديتيلز والتفاصيل. جيف مي. بص يا معلمه، الناس دي مكونين من شين عين. شين عين؟ شيخ وعياله، ولد وبنت. طب ما حلو الشيخ، ما منوش اذى يعني. لا منه يا معلمه منه. انت فاكره الشيخ اللي جه قبل كده وقعد يلعب في دماغ العيال لحد ما عصاهم علينا؟ حق يا جنرال، ده لو طلع زي الشيخ اللي قبليه يبقى هنون. هنون؟ هنغسله ونكويه. انزراف. اموت في الانحراف. بتقول ايه يا تامر؟ مش سامع يا حبيبي ايه؟ اي بقى يلا اخرق انت يلا تافه يا كلب. خلاص بقى يا عم الشوح. هقول لك عايز ايه. بص يا سلخاوي، الواد اخوك الكبير ده اسمه هادي، الواد ده شغال مدرس. انا بكره المدرسين كلهم يا، مش دول بتوع قطاتي الصغيره اسمها سميره وخدها الكوت مشمش وزنقها في الجزيره؟ مش هم دول؟ اه يا عم فكرتني. اه صح هم دول. انا بقى لو شفت مدرس هموته يا. بص انت مدرس يا؟ يا عم مدرس ايه؟ بقى حرام عليك بقى، انا صاحبك من زمان يا سلخاوي لسه بتفتكرني دلوقتي؟ طب عايز ايه؟ بص الواد ده ما ينفعش اتعلم عليه. قول لي ليه بقى؟ ليه؟ لان البنت اخته الدكتور هتزعل منك. ليه؟ اللي هيزعلها هيخش النار. ليه؟ البنت دي خدودها بيضا والقطنه ما بتكدبش. البنت دي اسمها ايه يا؟ هدى، بيقولوا انها دكتوره. عارف لو شفتك في يوم بتبص للبت دي ولا بتتكلم معاها هعمل فيك ايه؟ صدقي بقى عيب عليكي، عشان انت عارفه ان انا مش بتاع الحاجات دي خالص. وبعدين فكيني بقى، انت هتفضلي ربطاني وتعملي فيها الحاجات دي لحد امتى؟ يلا بقى عدي عليا بالليل شيخه. الو. ايوه يا زياد يا حبيبي. والبت دي بتنزل امتى بقى ان شاء الله؟ كل يوم في نفس الميعاد ده بالظبط. يا مرحب بالسكان الجداد، والله الحاره نورت. يا اهلا وسهلا يا ست بجعه. بحيره البجعه كلها ما شاء الله. وانتوا هتقعدوا بقى فتره كبيره معانا هنا ولا هتعملوا ايه؟ يعني على حسب ما نستريح في المنطقه. لا ده انتوا هتستريحوا في المنطقه دي اخر راحه، عشان انا العرباجي بتاع المنطقه دي.
لو حد كلمكم هموته، انا عندي جثث كتير مش هلاقيها جوه. يا دكتوره لو عايزه جثه تشرحيها تعملي المحل، عايزه ايه؟ جثه؟ اه لا انا مش دكتوره زي ما انت فاهم، انا دكتوره في الادب. في ليه؟ في الادب. يعني امك يا اختي، يعني انت ضيعت عمرك ده كله عشان تتعلمي الادب؟ اه. طب وما ربيتهاش ليه؟ وفرت عليها التعب ده كله. لا هي دكتوره في الادب، مش الادب اللي حضرتك عارفه انه عكسه قله الادب اللي عندك، يعني لا، يعني الادب اللي عندها ده نوع من انواع الفنون. فنانين يعني؟ لا ده احنا ربنا يكرمنا مع بعض، واحتمال على الطلاق لاعمل لك اغنيه يا بنت هتفلقي العالم. تعالي افهمي، تعالي استاذ. افندم. عايزك تديني درس، عايزه اتعلم اقرا واحد. بس كده من عينيا الاثنين. طب تعال ما نتفق. اتفضلي يا ده ناس معلمه، هات لنا الشاي بلبن. بايه؟ بحليب. لسه ما اتفطمتش. بقول لك ايه يا عم الشيخ؟ ايوه يا بنتي. انا عايزك في كلمتين. خير يا بنتي؟ لا لا لا، دول كلمتين سر يا اخويا، اخاف اقول هنا حد يسمعني. تعالى معايا عند الدكانه. اتفضلي يا بنتي. اتفضلي. خير يا بنتي؟ في ايه؟ بص يا عم الشيخ، انا عملت ذنوب كتير قوي ونفسي اتوب بقى. جميل جميل جميل. ايه ده، انت عرفت منين انه جميل؟ لا مش جميل، لا جميل ان انت تعترفي يعني بذنوبك، وده بدايه طريق التوبه يا بنتي. علام علام ايه يا معلمه اللي انت عايزه تتعلميه؟ وماله الجهل؟ ما انت احسن من 100 ناطع متعلم زي اللي قاعد جنبك ده. جرى ايه يا اخي جنرال؟ هو انت مش عايز المعلمه تتعلم ليه؟ خايفك شايفه وهو بينصب عليا وهو بيغلبني بحساب الغله بتاعت العيال اللي بيلقى في نصها. ايه ده يا معلمه، انت بتشك في ذمتي؟ ده على اساس اني دبوس. مش ضاحك. طب بشك في ذمتك. بتشك في ذمتي ليه يا معلمه؟ انت ما تعرفيش انا ابقى مين؟ حرامي ساب. الحمد لله. ومدير اعمال شيخ منصر حليه. فضل ونعم. هتكون مين يعني؟ نونسين. نونسين؟ نيكول سبا. نيكول سبا؟ انا نيكول سبا؟ طب على الطلاق ما انا قاعد لك فيها وشوفي مين هيدورها لك. انا غور في 60 دقيقه، تصدق ان انت وليا؟ واو 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 واو، وليا واطيه. انزراف. اموت من الانحراف. الاستاذ هو اللي هيمسك لي الشغل. بس احنا ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا ان انا اعلمك وبس. وهتمسك لي الشغل برضو. بس يا ست بجعه ما ايه قصدي؟ يا ست انت هتذليني عشان تتعلمي؟ جرايا يا استاذ، هو العالم فوره تحط لي في نص كوبايه ميه شفت اتعلمت؟ ما الموضوع هياخد وقت والعيل كده تهن. وانا ما اقدرش اهين تاريخي التربوي على ايد مجموعه من الرعاع والسريحه اللي شغالين معاكي. وانت هتهينه ببلاش؟ ما انت هتاخد عرقك وبجرب. انا مش مقتنع. اقنع. يا بنتي، كل ده حصل لك. اعمل ايه يا عم الشيخ؟ اصل الواد كان مزد قوي، ولا اللي قبله كان امز منه. ايه ده، هو كمان كان في قبله؟ وقبل اللي قبله كمان. الله 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 الله، ده انت هاويه بقى. جرى ايه يا عم الشيخ، ما تحترم نفسك. ايه هاويه دي؟ انا محترفه. طب وانا ايه المطلوب مني دلوقتي؟ تعلمني ازاي اتوب. اصل الناس هنا في المنطقه بيقولوا عليا كلام مش حلو، وبيقولوا ان ماشي بطال. امال عايزاهم يقولوا ايه؟ انك صينيه كوسه بالبشاميل يعني ولا ايه؟ وضع طبيعي انهم يقولوا ان مشيك مش بطال من اللي انت بتعمليه. طب ادعي لي ربنا يغفر لي. يا بنتي، اللي عايز ربنا يغفر له يدعي هو بنفسه، ربنا مش محتاج وسيط. طب ما انا ما بعرفش. اتعلمي يا بنتي، اتعلمي. طب علمني علمني. اعلمك ايه؟ ده ايه يا عم الشيخ؟ يعني هتكون هتعلمني ايه؟ الرقص؟ عايزك تعلمني ازاي ابقى محترمه يا اخويا. اللي عايزه تبقى محترمه تبقى محترمه من جواها الاول يا بنتي. والله حاولت كتير يا عم الشيخ، بس اعمل ايه بقى؟ منه لله. هو مين؟ الشيطان هو اللي بيغويني. نعم، الشيطان اللي بيغويكي؟ ده انت اللي بتغوي دلوقتي حالا اهو. مالك يا عم الشيخ، في ايه؟ بلا مالي بلا بتاع، ابعدي عني. انت ده بتسخطي يا عم الشيخ. ايوه تهببت، ابعدي. طب تعالى معايا. على فين؟ تحت البنك. لا تحت البنك لا. هعمل لك كمادات. عشان السخونيه يا دماغي راحت فين؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتفضل. ها قلت ايه بقى يا ست البنات؟ قلت ايه في ايه؟ عايزنا نشتغل رقاصه؟ ده منظر رقاصه يا بنت تنيلي. هي الاغنيه فيها شويه رقص، وبعدين انت مش فنانه؟ ما هو الرقص ده ما هو ايه؟ ما هو فن. انا واخده دكتوراه في الادب. ما فرقتش كتير من قله الادب. تمام، هي كلمه اشفوتيها تاخدي 10000 جنيه في اليوم. ها الرقاصه بتاخد 10000 جنيه في اليوم؟ ولو انتمتي مع واحد خليجي احتمال تاخدي بالريال القطري.
طيب اديني فرصه افكر. فكري يا حلوه براحتك، عموما لو ماشي اديني رن انا قاعد هنا مستني. علمني الحب، علمني علمني. يا ست انت عايزه مني ايه؟ قرايه يا استاذ، شويه شويه هتفهم الشغلانه. لا بقى ناظر يجي يزعق لك ولا ولي امر يجي يسبلك. في واحده عايزه تتعلم تقول يسبلك. طب هيا يا استاذ قلت ايه؟ ممكن تسيبيني شويه افكر؟ براحتك، ويوم ما تفكر قول لي، انا هستناك فوق. فوق فين؟ في شقتي، عشان يبقى انا وانت والجيدان دالتنا. ما انت ما ينفعش معاك شيطان واحد. وين هنادي يا ماي؟ يا بابا الموضوع مستاهل يا بابا. ايوه. وعايزه اقول لكم على حاجه، انتوا عارفين اني مش محتاجه فلوس خالص، بس اول ما سلخاوي ما قال لي ان الرقاصه بتاخد في اليوم 10,000 جنيه انا حسيت بالطمع. وانا يا بابا انا حسيت بالجشع لما الست البجعه دي كانت عايزاني اشتغل مكان الجنرال، حسيت ان انا عايز اسرقها. بابا الصهد ده جاي منين؟ جاي مني انا يا ابني. انا كمان برضو حسيت بحاجه كده مش عارف ايه هي يعني. طيب هي مش غريبه ان احنا نحس بالمشاعر الانسانيه دي؟ لا مش غريبه ولا حاجه، ده وضع طبيعي يا بنتي. اما دام بقينا بني ادمين انت تحس بالطمع وانت تحس بالجشع وانا احس بحاجه غريبه جدا، فيعني ما تقلقوش احنا لازم نبقى متماسكين. اهم حاجه نتعاهد على الهدف اللي احنا جايين له. نتعاهد على كده يا اولاد؟ نتعاهد على كده. اسمعي بقى ست البجعة، الشغل ده ما ياكلش وما ينفعش معايا. يعني الواد يطلع يسرح من طلعة النهار لاخر النهار ما يرجعش غير بألف جنيه؟ ليه؟ ده لو بيسرح بتنشكي وحرنكش هيرجع باكتر من كده. ما براحة على عيالي يا استاذ. مفيش حاجة اسمها براحة والكسل.